إيه أنا كنت عم أقول إنه وجع ركبي عم يزعجني كتير. استشرت كتير دكاترة بلندن بس ما في أي فائدة. بعدين حدا قال لي لازم إني إجي على الهند وجرب طب الأعشاب. قلت ليش لا، أصلاً هي بلدي، وأنا فكرت كمان إنه فيني شوفكن وأطمن على أحوالكن، لهيك إجيت. شرفتينا كتير. أهلا وسهلا فيك. أهلين، أنت شو عم تساوي بالبيت لهلأ؟ ليكون ظهرك عم يوجع. يرضى عليك. خير، شو اللي صاير؟ أنت كتير صاير نحيف. شو ابني، أمك ما عم تطعميك يعني؟ قلي شو القصة؟ لا عمتي، لكني أنا منيح وصحتي منيحة. لكن ليش ما رحت على المكتب؟ يلا فهمني. الرجال لازم يكون دائماً مشغول بمكتبه، لأنه المخ الفاضي بيعطي الشر، لأنه أكيد وقتها رح تفكر بشغلات غلط وما لازم الواحد يفكر فيها. فهمت علي؟ أختي بصراحة نحن هلأ خلصنا مشروع كتير كبير بالمكتب، لهيك روناك عم يرتاح، بس ما في شي تاني. ماشي. طيب أي صحيح أخي، وينو نارين؟ قلي. هو راح على المكتب. هو اليوم في عنده اجتماع أختي. معناها بما أنه بالمكتب أنا ما رح أقدر شوفه للمساء. لا، هالصبي عبقري، وقت بيدخل على مكتبه وبيبلش شغل ما عاد يتذكر أنه يأكل ولا يشرب ولا بيفكر بشي أبداً. إيه صح، بس يرجع على البيت خبروني. طبعاً أكيد، بس أنتي سافرتي برحلة طويلة، برأيي ترتاحي شوي وأنا رح أبعت لك الأكل. تفضلي بوصلك على غرفتك. مالي غريبة عن هالبيت مو؟ وبتذكر كتير منيح وين الغرف. الحمد لله يا ربي، نارين وأنكيتا ما وصلوا قبل ما تروح، وإلا شو كان حيصير؟ وليش؟ لأنه نحن ما خبرنا عمتك عن زواج نارين وأنكيتا. وليش ما خبرتوها؟ ما بتعرف ليش ما خبرناها؟ أنت ما بتعرف عمتك؟ تفكيرها كتير طبقي. هي إذا بتعرف إنه أخوك نارين تزوج بنت من الطبقة الفقيرة ومن غير مستوانا، بتعرف كيف ردت فعلها؟ عن جد سؤالك غريب. روناك؟